ولي موجودين حاضرين ان شاء الله. بالنسبه للاستفتاء او الاستبيان دبريده، اولا صندوق الموت والعوام قامت بعد الجوائز تلقي عدد 180، ممكن الفازون بالموافقه او عدم الموافقه ذكر مجموع 180 بسبب بانه قسم منهم ويكتبوا نفس الفقره وافق ولا وافق، فبقيش ملغيه والمش مكتوبه قسم من ما يفارها، فاكيد بقيش ملغيه يعني بقيش تحفظ على الفقره. فالعدد ذكر مجموع 180 100% اضافه لكل فقره ربما. بعدين صندوق الموتى الموافقة ل 124 عدم الموافقة 47، يعني هذا حال 50 زائد 1 أكثر، إذا 90 المفروض موافقة 91 موافقة، إذا 124 قشل فقرة رشة، أي أكيد أخي محكم وخصوصهم وأي رأي ديوبني. عدم الموافقة 3 اللي بس والتحفظ اكيد البقيه يعني اي سته، فاما خطا او ركاية مش حاجه. النقطه يعني نقطه التاكيد هم اكثر من نص اكثر من 90 الف غير فشله. الفقره الثالثه حالات الوفاه في مدينه سيدني الموافقه 172 عدم الموافقه 2 فقط. اكيد الفشله هي اكثر من 50 زائد 1 الى الفقر. تقول الفقر قارب الفقر بالكامل ولا قارب يذهب إلى بالتأكيد يعني. في عقد الفقرة الأولى مو قامتها. الفقرة الأولى صندوق الموتى نقترح على أن يكون صندوق الموتى اشتراك سنوي بمبلغ قدره 100 دولار لكل عائلة، وسيتم تخصيص مبلغ قدره 6000 دولار لذوي المتوفي، ويكون صندوق خاص بحالات الوفاة حصريا ويشمل المشتركين فقط. فالموافقين 124 عدم الموافقين 47، فهذا فقرة أكثر من 90 أكثر من 50 زائد 1 فبيشلم هذا الدستور طلعوا كله. بالنسبة للمبلغ خشمة أنا لون الموجود بس ما بيشمع قسم فهي واقفة للمشتركين وعلى ضوء أحبتكم منكم أعرف بأنه المبلغ ما تبقاش نهائي. ما دام الغشة بالتأكيد أخذ على قرار ثاني قاف حسب المشتركين. الفقرة الثانية توزيع بطاقات الدعوة، نقترح على أن يتم توزيع بطاقات الدعوة لكافة المناسبات عن طريق البريد الرسمي، وفي حالة الموافقة يوجد تزويد الجمعية بالعنوان والهاتف والاسم الثلاثي واللقب. الموافقين 173، الغير الموافقين الثلاثة بالتأكيد الفقرة مرشود إلى الله ترى في يوم بالتأكيد يعني أي حفلة تأتي مستقبلية فيشتم توزيع الموضوع يتكلم عن طريق البريد، يعني قالت لي لو البريد يوم رسميا أكيد بأنه أخذ موافقتهم لي شيء بأي ساعات ولا يمنع، يعني يجي بو فلان من الناس وما كنا بو غير امبارح وهكذا، بالتأكيد كلهم. ثلاثة حالات الوفاة في مدينة سيدني، في حالة حصول وفاة لا قدر الله أحدنا جاريتنا العزيزة في مدينة سيدني، تؤجل السفر لمدة أسبوع واحد ولا تلوى مطلقا. ثلاثة الموافقين 172 عدم الموافقين 2 فإن لا يكفيش المستقبلية بسوء قانون طرق لا ترشح إليك إليك. رابعا حالات الوفاة خارج سيدني، في حالة حصول وفاة خارج سيدني يفضل أن تقام الصلاة على روح المتوفي في الأيام العادية على يوم الأحد،
الموافقين 167 غير الموافقين 8 فقط يكون الرشود 140 لذلك ملاحظة زرتك من دمجوانا صراحة لديكم كثوف لدينا وزيوف كبيرة من أخوة البراج ولله ثانيا وليبيزالة كبيرة من ناشر الأيت وسيدنا وقشاين دينا بيتا ولبطراحة نفس الفكرة يعني من أخوة قدموا منا نقاوني لك فأخني شدة منا لكن نعذروا لي منا خلقوا مشكلة وكبروا تحيروا لك أصلاً أخي لا خلقوا مشكلة تتجعوا قبر حلولا فأي بيدوحني لو بينا دينا طب إيش أحدهم مباشرة ممكن حدني لا إن شاء الله لا إيش الفشل قال كل فقرة الخامسة الخامسة فإلغاء إقامة التعازي في الأربعين والسنة للمتوفي مقترح بخصوص إلغاء إقامة التعازي في الأربعين والسنة استنادا على قانون الكنيسة والانكفاء بذكر اسم المتوفي في القداسة الإلهية. كان هيك تقريبا كلكم خلاص روحانيين فبالتأكيد أي توقف الموافقة له 133 شخص والغير الموافقين 19 فأكثر من 50 زائد واحد أكثر من 91 وايش فيش تأكيد وقتكم مرشد إلى طرفكم طال راح الطرف طال راح الكل ودفع يجونا بين أي ناشا وبالعكس الكل في شيء مشتركين وكل في شيء خشوا كل مواجبين ينبال وقت وويل يعني ما فيش فيش طالعني مولي في مشوية حتى لو في أي بات لهم 10 دقائق وصار من لهم صار الوحيد ويبنى الفقرة السادسة الحالة الاجتماعية أي يرخي لو أخذكم قرضي بالتأكيد ومهم إلى طالب كلهم كبيرة جدا إلا أحمد كثيري والدهول المشماع وبيلتوكم كلها أخي البابا وساوك بالزوارة من خارج بخلنا كل أخرى من يبدون ممكن مبلغه من ندي دائم إلى بيتا بس ما تفاجي غلط الناشئ أي كما تدري يمكن نصفيرو أي كيرو أي سيدا أي جنة أو مع الأسف فآياتكم حلوتني لكم قاضتني لبيلوه وقامني طاوة طرقولي بالتأكيد لا تشغل نقاح مع ذلك وزيارات بشي كثرة فلنت هو وقت بارضي بوزور الحالة السابعة الفقرة السابعة الحفل الجماعي لمناسبات التناول والأعمال يحبذ إعادة العمل بتجربة إقامة الحفل الجماعي للمتناولين والعملين مما يكفل ذلك من مقطع التكاليف الملقاة على عادة أوليائهم ومنهم واختزال الزمن الموافقين 167 غير الموافقين 5 وفق الرفشتة الخشون عليهم فمن صعب ويوطات كبيرة عنا ممكن كبيرة عنا أكيد كله قوسي قول ناشي قول يادي قول يادي لكن إحراج ممكن بعد من الغواني 4-5 شكاية في نفس الوقت يمكن ليه بلاي واجبية ولربما قسم قول ضغط اللي مادية كبيرة عنا غتير محمد راب يمكن لا تشملها يمكن لا تواردات قوية ألا نسيت الله ألا نقول كله بشكل نقول لكن أجمني مهمين قضوه فحس الدامة الزينة بأنه الفقرات كلها في مرشدة قام الجياع باسماته خنواتي الفقرات كتغري ويراد التوخو بشري كل اللي انقره مو ويراد التنقيك يا شكرا بس اخي خنواتي ختمة شغلاتا لكل مدي اوكي فأخني شكاو خصا تفكا مناشا وانا خصا انا رح افصل لانه خصا ناشا كي اخماتي حتى تاني شباب لهم كلهم هي فقرة صندوق الموتى لوني عاد تصويت لأحد تاني لان كتر بقى جماعة ليدي لبن ليدي ولي كبيرة ليدي عام تصويت لاخر تقال هاي صندوق الموتى يا لبي لا تربع فيه لا كده يعني لا في ما
شغل 6000 اخر واحده بالنسبه لشان نوبر نوتا والدين فيما جيلك نوبر اخرى طالع تهداف شان نوبر نوتا ميرا ما طول بالنسبه لجماعه اللي قسم كيف يكبسوا الدفتر وقسم لك يكبسوا الدفتر فاخني اذن استفتاء داود هي العامة ديوخن حضرتوخن الكرام بساخ الدفتر ما هي كبر ديوخن ولا بساخ الدفتر بالسنة كنافر لكل عائلة 100 دولار إيا 100 دولار وداو مشكلة زير محاصل من بعد صندوق النقطة وأردان مشكلة ردت كمان دي الجمعية ردت خال دفتر عائلة ثانيا في ما قد أولا وارد اسمي من هيا العامة ديوخن مثلا بمروخ 30 ألف أكثر مبلغ تميزة خاطر تخمير أخواني جمال الدار خاما لا خاما حرق إن شاء الله لما يتخى وإن شاء الله طول العمر دار فراغن وتهلوغن هذا يجيب أن دار خا مبلغ بالنسبة لكل خادة وميدة دي حقوقة مدافع وأخي بالنسبة للموضة الجمعية في مداوية من هي العامة كبكرة الأربع خمسة دار مستيقين منها أنا داري مبلغ وأخي دار مبلغ وجنبه بسم دار خايا كله هل انت المحاسب قانوني؟ لا
انت المحاسب القانوني كاوت كل شهادة فاينانشال يير احنا اخر ربعيات بقانون نيت هذا عندي اوراي كبير ناشل باوي مقتنعين انه لجنة عدولنا لجنة بالخاشة مع احترامات اللجنة قانونيا لازم داوي له محاسب قانوني كل بارد آثنا يداوي محسوب دولة بحسبانا الليل واخني داوخ حتى القانون تشكرك شكرا فاضل خشوة انت المحاسب القانوني ومحاسب الجمعية قبل قضية مثل المخلة ضامر يتكو هياها نحكي له انت المحاسب القانوني وانت نوراء وانت كل من دي فخنواتي كل قضية قوتي جيس ولو حدثت لا يلا روحية ولا جمدي